وكتعطي الغلو. هادي راه شربتها مرة بوحدة بوحدة، اش غادي نقول لكم، وولات غليظة كالخير وكتصفي الوجه، هاد الكحولية تحت العينين ما كتبقاش، راه مزيانة واخا كتخرج. تاكلي معلقة قبل الفطور، معلقة قبل العشاء، قبل الغداء، ومعلقة قبل العشاء. وبغيتك تتبعوها، تبعوها يا البنات. انا ما غاديش نكذب عليكم نقول لكم لا غادي تغلطوا من هنا 4 ايام 5 ايام، اللي بغات تغلط 4 ايام 5 ايام تشرب دردك. دردك تتبان على السيمانه الاولى، شريو ديك الكينه ديال دردك السيمانه الاولى تولي بحال القنبوله، غتولي غليظه. بغيتي الصحه ديالك على الصح، ما يكونش عندك الماء في الركابي، ما تكونش عندك ديك الهشاشات العظام، غادي تتبعي هاد الشيء. السلام عليكم المتتبعات ديالي داخل الوطن وخارج الوطن، كدرتوا لاباس؟ لاباس عليكم، كنبغيكم المتتبعات ديالي، ربي يحفظكم ولا يخطاكم عليا. دابا جاتكم بواحد الوصفه زوينه ديال الغلط، راه ما كنبقاش انا ونشارك معاكم حاجه اللي ما مجرباهاش، الحاجه اللي مجرباها كنبغي نشاركها معاكم المتتبعات ديالي، وكتعطي مفيعه الصحه ومزيانه، لا اللي فيه فقر الدم ولا اللي عنده نقص في زياده الوزن. كنجيبكم الوصفه هذه، راه بغيت نصاوبها لواحد السيده رغباتني، داكشي باش بغيت نشاركها معاكم، حيت قالت انا ما تنساليش، لا داك السر صوبيها لي راها زوينه، كليتها ياد وعطاتني النتيجه، قلت لها نشاركها مع المتتبعات ديالي باش عاد غادي نصاوبها لك انت نطحنها ونقادها لك. عندنا هنايا حبوب الشيا، حبوب اللقاح، حبوب اللقاح هما هاد حبوب اللقاح مزيانين اللي عنده فقر الدم، مزيان كاع الدات ديالنا كامله هاد حبوب اللقاح. راه اي واحد خصو يديرهم اي خلطه دار ديال المشروب اللي باغي ياكل وداكشي يدير معاهم هادي، ما بغاش كاع يدير هادشي كلشي، يدير غادي بوحديتها مع الحليب، راها مزيانه لفقر الدم، مزيانه للصحه ديالنا كامله. عندنا هنا الحلبه البلديه، والحلبه البلديه اش غادي نقول لكم، راه اللي شربها بوحده بوحده يهز غير معلقه يديرها في الكاس ديال الماء ويغطيها حتى الصباح ويشرب الماء ديالها يتبعها، عندكم 3 ايام كتعطي الريحه الصحه، كتفوت 3 ايام مزيانه كتنزل السكر، ومزيانه الكبده كتنقيها، هاد الحلبه هادي كتنقي الكبده مزيانه وكتعطي الغلو. هادي راه شربتها مره بوحده بوحده، اش غادي نقول لكم، وولات غليظه كالخير وكتصفي الوجه، هاد الكحوليه تحت العينين ما كتبقاش، راه مزيانه واخا كتخرج الريحه سيمانه كاع ما كتبقاش هي الريحه ومزيانه. عندنا هنايا بودور ايكيبي، ها هما بودور ايكيبي شحال زوينين، تعطاو حتى هما الغل، المرأة اللي بغات تغلاض راه هما مزيانين هاد بودور ايكيبي، ها هما. عندنا هنا الزنجلان بلدي، ها هو. عندنا هنايا كاوكاو، عندنا الزبيب الأسود، عندنا القرقاع، عين الجمال، عين الجمال القرقاع. عندنا هنا الكتيرة، ها هي الكتيرة، غادي نطحنوها حتى هي ها هي. عندنا هنا اللوز، هادشي انا ما كنحمروش باش كيعطي المنفعه ديالو، ملي كتبقاو تحمروه كيمشي منو داك الجد، بقاش الا بغيتو تغلاضو كيكون الانسان باغي دوك الزيت للصحه ديالو، ملي كنحمرو الزنجلان ما كيبقى فيه ما كيبقاش فيه الجد، باش كنحمروه نديروه في السلو باش ما يغمالنيناش، بحال دابا هاد الطريقه ديال هاد الوصفه هادي اللي غادي ديرو نتوما باش تغلاضو بلا ما تحمروه. عندنا هنايا نيدو، نيدو زوين حتى هو كيغلظ، واخا ديرو غير مع بطاطا مسلوقه، شتي بطاطا مسلوقه تسلقوها وترميو جوج فرماجات وترميو جوج معالق ديال نيدو كيعطيو الغلظ، ولي خصكم تتبعو. عندنا هنايا الشكلاط، راني هزيت منو استعملت منو ياد، وغادي نزيد هاهي فين استعملت منو ياد، هاهو استعملت منو ياد، دارت منو واحد الوصفه وغادي نزيد عاوتاني ندير نزيد عليها، بحيت طلبات عليا السيده هادي درت لها هي منين منين بانت لها النتيجه وقالت لي زيدي عاوتاني ديري لي هاد الطريقه ديالي درتي ليا، وقلت مالي ما نشركهاش مع المتتبعات ديالي. وباش درت لكم هاد حبوب اللقاح على حسب الناس اللي عندهم فقر الدم، راه مزيان ليهم. بغيتي تزيدو حتى داك العدس الاحمر زيدوه، داك ديال تركيا زيدوه حتى هو مزيان اللي عنده فقر الدم، ومع الزبيب الاسود حتى هو زوين، زوين حتى هو، زوين الذكاء وزوين كلشي. هاد الوصفه هادي ديال الغل، دابا المتتبعات ديالي انا وريتكم الطريقه كامله، غتخلطوا ديروا نتوما اللي على من ما قديتو، قديتو ديروا زلافه ديروها كاس ديروها، انا هادشي اللي درت انايا راه على حسب هاد هادو
هاد الجبانيات هادو ها على من درت انا باش درت العبار ما بين اللوز وكاوكاو والزبيب والقرقاع وهاد الكتيره هادي الكتيره راها مزيانه كتعطي حتى هي الغوت زوينه. غادي نطحنوا هاد الشيته كنطحنوه مزيان. دابا انا وريت لكم الطريقه. غادي تطحنوا كل شيء في دقه واحده وغادي ديروا جوج معالق ولا ثلاثه ديال النيدو. غديروا جوج معالق ديال النيدو هنايا ها هنا مع هاد مع هاد الشوي اللي بقى لي ديال الشكلاط ها اللي بقى لي الشكلاط باش نتوما ديروا حقاش درت منو يد. غادي نزيدوا عليه جوج معالق ولا ثلاثه ديال النيدو ومع هاد الشيء ديال اللوز والقرقاع والزبيب وكاوكاو وهاد هادو كلهم غادي نطحنهم. غادي نزيدوا مع هاد الشيء الشكلاط وغادي نخلطهم. اللي عنده باش يشري ديك نوتيلا ديروها. هاد البنت هادي مسكينه شرات هاد الطاسه هادي على حسب الاستطاعه ديالها على حسب فلوسها. شرات لي غير هادي ب 400 درهم كدير. وهاد الشيء اللي شرات ديال هاد الشيء كلشي 300 درهم 300 300 300 بكلشي شراتهم وجبتهم ليا. عندك هادي دابا غاليه هاد حبوب اللقاح كدير 5000 ريال الكيلو. عندك هاد بودر ايكيبي غاليه بزاف هادي حتى هادي غاليه. داكشي باش ما زعما يعني على حسب ما بغيتو تشريو من على حسب استطاعه فلوسكم شريو على ما قديتو. كنطحن هادشي كلشي حتى كنطحنو تنشركو مع هاد الشكلاط وكندير عليه ثلاثه ديال معالق بنيدو وتنخلطو مزيان. وكتاكلي معلقه قبل الفطور معلقه قبل العشاء قبل الغداء ومعلقه قبل العشاء. وبغيتك تتبعوها تبعوها يا البنات. انا ما غاديش نكذب عليكم نقول لكم لا غادي تغلطوا من هنا 4 ايام 5 ايام. اللي بغات تغلط 4 ايام 5 ايام تشرب دردك دردك تتبان على السيمانه الاولى. شريو ديك الكينه ديال دردك السيمانه الاولى تولي بحال القنبوله غتولي غليظه. بغيتي الصحه ديالك على الصح ما يكونش عندك الماء في الركابي ما تكونش عندك ديك الهشاشات العظام غادي تتبعي هادشي وغتغلطي على الصحه بنيتي. وبغيتكم تبارطاجيوها للناس باش الناس يستافدوا. المراه اللي حامله ما تاكلهاش اللي ما حاملاش تاكلها. والدراري الصغار من 10 سنين الفوق عطيوها ليهم. رجال عيالات ياكلوها وغادي تصححوا الصحه على الصح ما تندموش عليها. هذه واخا تبعيها دائما راه مفيده للصحه راه مزيانه منها ما كتسخفي منها كتكون عندك الجهد والقوه في صحتك. دائما تكون عندك هذه الجبانيه في كوزينه فين ما تقدي شغلك كولي فين ما تقدي شغلك كولي. وغادي تغلاضي على الصحه بنيتي. وبغيتكم تبارطاجيوها الناس المتتبعات ديالي. وكنشكركم بزاف يا خارج الوطن وداخل الوطن كيهضروا معايا الناس من ليبيا كيهضروا معايا من تونس كيهضروا معايا من الجزائر من اوروبا. الله يكثر خيركم كما كتبغيوني حتى انا كنبغيكم وحتى انا معاكم بالوصفات. ربي يخليكم وبارطاجيو للناس وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.